انا دلوقتي وصلت اوتيل ابويا. طبعا اوتيل ابويا غير الاوتيل بتاعي، فهنشوف دلوقتي هو بيقعد فين والدلع اللي هو بيدلع نفسه فيه. مع المكان ده جنان. زي ما تقول الازازه اللي جوايا اتملت على الاخر، يعني انا متكيف فانز اكتر مما توقعت بكتير. الاكسبيرينس اللي اخدتها رهيبه، يعني زي ما تقول انت بتلعب فيديو جيم ووصلت النهايه بتاعت الفيديو جيم وده البيج بوس، فهتقعد تحارب البيج بوس لغايه ما تقفل اللعبه، ده البيج بوس. فانا متكيف من فوق لتحت. Yeah, I see that. The big brother, huh? Yeah, he is. But no, I mean. We couldn't go any more this way. I don't know what happened. He got all the G's. I just grew like that. He went up. وغير ان انا اتعلمت حاجات كتير جدا، يعني كميه المعلومات اللي انا اتعلمتها كنت احسن بكتير بالليل من كنت الصبح. طبعا الصبح انا طالع مرعوب، بالليل كنت ريلاكست اكتر، عرفت اللون اللي محتاجه كان ايه تحت اضواء الاولمبيا ستيج، لان هي نفس الاضواء كل سنه. انا الصبح قلت غمقوني اكتر، دي كانت اول غلطه. فلا a lot of experience، مبسوط جدا ومشكور لكل الفانز. و انا كوتش وده الكوتش بتاعي، متشكر جدا حبيبي. تعليمي منه واللي انتوا عارفينه ان شون رودن لسه كاسب المستر اولمبيا، ومين المدرب بتاع شون رودن؟ كريس اسيتو. استاذ ده صحاب مع كريس اسيتو بقاله كام سنه؟ 14 سنه. ف انا كنت عديك
كل الصور تاع شون رودن من دائما كنت بشوفها كنت بشوفها عندي هي حتى اليوم هي شفتها كلها today just few minutes before prejudging هي موجودة prejudging من كريس أسيتو